بس انا عاوز اللي هو زي خلاص. طيب دلوقتي انا عايز اعمل ليست خلاص دايما اللي ما مش اللي عندي اقول له يلا ليست خلاص الحاجات المتاحه يعني. ايوه اللي متاحه عايز تشوف الافيلابل يعني اعمل ليست افيلابل دي اي ال اي بي عشان ستور انجليزي بس مفيش ليست بس كده مش ليست بس يعني في لست بس كنت لست لاي حاجه لست ميرورز لست افيلابل مش عارف لست لست كيز حاجات كده خلاص. طيب عايز تجيب انفو عن اي باكج بقى عايز تجيب انفو يلا انفو هو اسم الباكج صعب يلا ده كلاينت يا جماعه هو ده الكلاينت بتاعك يلا. طب تقول لي ليه مش بقى بالظبط انا هشتغل في البيت بقى انا هشتغل في البيت ايه يلا اشتغل كسيرفر احكي لي يا اما ريد هات يا اما سيرفس صح؟ طيب لما انا اجي اشتغل في البيت اشتغل في دوره مثلا ايه الريبوز المتاحه في دوره؟ ايه الريبوز المتاحه في دوره؟ عندك يا سيدي ار بي ام فيوجن خلاص؟ ده ابن لذين ار بي ام فيوجن ده عليه كميه ابلكيشنز بالهبل ده كده ده ار بي ام فيوجن ده عباره عن سيرفر لو موجوده سيرفر ايه كان اسمه الاول اللي لفنا ومش عارف سيرفر ايه كمان راح مطلعين ار بي ام فيوجن ده تراست حلو يعني ده تراست جدا جدا اكيد يعني انا دلوقتي اقدر اظبط اليوم بنفسه بيطلع السيرفرات اللي انا عايزها ايوه وممكن برضه ريد هات ريد هات على فكره ار موجود ريد هات دلوقتي وفي عندك اي بي اي ال ده ريد هات ده فري فري تسليمه مش ده في الحقيقه عم ده كومبوننتس بتاعت الريد هات نفسها الباكج بتاعته خلاص. طب نضيفهم ازاي بقى؟ نضيفهم ازاي او ازاي هعرف السيستم عندي ان الحاجات دي موجوده؟ اولا معظم المواقع دي بيديلك ار بي ام بيديلك ملف ار بي ام بتضيفه عندي بتضيفه بتعمل ار بي ام داش اي بي اتش اتش تي بي مش عارف كذا كذا ملف الار بي ام بتاعك صحيح دي مواقع او تعمل دي مواقع دي مواقع عليها كل الباكج اساسا خلاص معظم تسع مش معظم كلها اساسا يا اما هتاخد ملف ار بي ام بتاعك تعمل له ستور هو يظبط لك السيستم عندك ملف زي يعني ملف صغير كده ملف صغير كام كيلو 12 كيلو ولا 3 كيلو بيحط لك شويه ملفات عندك يعرف السيستم بتاعك كله يعمل ستور كذا بيروح يجيب من على السيرفر بتاعك نشوف احنا الملفات دلوقتي يا اما تاخد الملف بلين تكست تحطه عندك تنشقه في قلب حته معينه كده هنعملها دلوقتي نشوف ايه الحته دي يعني كده كده هنخلص من جزء الكلاينت نخش جزء السيرفر اللي هو سيرفر نعمله بايدينا خلاص يا سيرفر ملف في اربع سطور ولا مش اربع سطور فضل اربع سطور بقى السطور اللي هناخدها من الموقع دي يعني الموقع ده من اي موقع بتاع الابيند خلينا من الاساس الجامد دي فيه ممكن نشتغل عليه خلاص لا احنا بنتكلم في اللي احنا شغالين عليه في الكورس عندنا دلوقتي دي موقع بقى كده اسميها موقع ريبوزيتوري ريبوزيتوري هي ريبوزيتوري شاور مش طايقاكم شو عم ايه قلم انا بيكتب قلم حلو يا عم روح بالله عليك بلاش الضغط على مصطفى يا عم والله باين جدا ما بيبانش يا عم لما نيجي نغير في البدايه خليك في المصنع على طول تعال نشوف مين الارب اليوم سيرفر الاول انك لايت هتعرف ازاي ان السيرفر اللي اسمه ايه عليه باكج يعني عندك سيرفر ايه وعندك سيرفر بي هل انت من نفسك كده يعني انت شغال ساحر انت كلاينت هنا اهوت ده كلاينت اهو المفروض يكون نبدا على السيرفر هل الكلاينت ده ساحر يعني بيسحر كده بينجم هو ده شكله كده سيرفر اروح اجيب منه ولا بعمل ايه اكيد الكلاينت لازم يكون عارف ان في سيرفر فلاني كذا كذا الملفات موجوده في المكان الفلاني صح؟ طب الكلاينت بتحط عنده الملفات دي فين؟ قال لك الكلاينت هيتحط الملفات عنده في قلب سلاش اي تي سي يم دوت ريبوز
دي لكل سيرفر منهم لكل سيرفر بقى كلهم ممكن يكونوا ملف واحد مش هتفرق خلاص. هتلاقي في جوه الدايركتري دي شويه ملفات هتلاقي شويه فايلز لازم يكون الملف امتداده دوت ريبو مش ريفو مش ريفو بتاع صباع ريفو خلاص. لازم يكون الملف امتداده دوت ريفو لازم سميه اي ملف سميه اي اسم محمدين حسنين بص اي اسم بس لازم يكون دوت ريفو جوه دايركتري ده جوه دايركتري ده قلب السي جنب دوت ريفو دي يعني دول دلوقتي اي ملف اي ملفات يعني عندك سيرفر ايه تحط له ملف اسمه ايه دوت ريفو يعني ده بي دوت ريفو ارفيجن ارفيجن دوت ريفو فقط خلاص حط ده تحت كده تحت مسمى تحت ايه يوم الكريشن دي كلاينت كونفيجريشن ده عشان اعرف كلاينت بي في سيرفر على فكره الكونفيجريشن بتاع السيرفر اسهل من كلاينت 50000 مره الكونفيجريشن بتاع السيرفر اصلا كويس كتير اطلع الكونفيجريشن بتاع السيرفر كوماند واحد بتاع الكلاينت هو اللي كوماند تعالى بقى كده تيجي احنا نعمل ريبوزيتوري خاصه بينا هنا مش عارف اتكتب ازاي امسح بقى يلا يا وحش قال لك اللي جوه الملف ده بقى ده اللي هيتكتب جوه الملف اللي هو بتغيره ده اول حاجه عندك اسم الريبو اسم الريبو الريبو اللي بنسميها مثلا لوكال ريبو ولاحظ ما ينفعش يكون في الحته في القوسين دول مسافات ما ينفعش هنا مسافات ما ينفعش حد يقول لي لوكال مسافه ريبو لا الكلام ده غلط ما ينفعش مسافات ما ينفعش معاك كده خلاص. بعد كده هتقول له اليو اب ال مكان الاب انز فين بقى الملفات الاب ان مكانها فين هقول له هنا البيز انا بحفظ البيز يو ار ال مكانه فين فين بتاع ده ممكن اقول له اتش تي تي بي لو السيرفر هو اتش تي بي سيرفر اتش تي بي مثلا سيرفر دوت اكزامبل دوت كوم سلاش انا حاطه في حاجه اسمها ار بي امز هو حاطط لي البيانات ار بي امز في المكان ده خلاص حلو جدا ده بالنسبه للبيز يو ار ال طيب لازم الكلاينت كمان يعرف هو انا بستخدم الريبو ده انا اعمله انيبل ولا ديسيبل ايه ده؟ ايه؟ الكلاينت ده عامل ايه ولا ديسيبل؟ اه لان الكلاينت ممكن يكون جايب عنده 10 ريب 10 10 سيرفرز بس بياخد من خمسه بس وسايب خمسه ديسيبل. الكلاينت هو اللي ممكن يكون عامل كده فعلا الحقيقه كده. انا ممكن اروح احط الريب بتاعت جوجل بعمل لها انيبل لما انستول ابلكيشن مره واحده بعد كده افضل اعمل لها ديسيبل. ايه المشكله يعني؟ حد جاب لي على حاجه؟ فانا الاول بقول لها انيبل يا اما بصفر يا اما بواحد، لو بواحد تبقى انيبل فعلا. لو بصفر تبقى ديسيبل. بعد كده انا هقول له هتعمل تشيك على الفايلز اللي جايلك دي هل هي تراستد ولا لا؟ هقول له جي بي جي تشيك وده برضه يا اما بصفر يا اما بواحد. لو بصفر يبقى ديسيبل يا ولا واحد الحين هو ده كل الملف بالعكس في صعب حاجه صعبه في الملف طيب يعني الثلاث سطور دول لكل ريبوزيتوري يعني لكل ريبوزيتوري صح؟ لكل ممكن احط نفس الملف ثلاثه اه طبعا ممكن طبعا بس تيجي هنا بقى كده تروح فاتح واحده ثانيه وتبدا تحط حاجه ثانيه اكتب ايه طيب كده؟ لا سميه مثلا عناصر ريبو مثلا دي ريبو ثانيه خالص في نفس الملف يعني لوكال ده انا مع نفس في نفس الملف وتبدا تحط الحاجه بتاعته البيز يو ار ال بتاعه ولا ايه كل ما انا اديته كل ما انا اديته اسم يبقى ده اه خلاص ده بقى تبقى ريبو دي طبعا طب اللوكال دي طيب انت انا سميها ده انا عامل ده انا هعمل لوكال ريبو وانا هسميه باسم طب انت قلت ما فيش مشكله زي ما انا هسميه براحتي هو كده هو صوته كده لازم تبقى مش مسافات مش مسافات او عايز تخليها كده كنت تحط شرط لوكال شرط ريبو يعني اي اسم بس مش مسافات اي اسم بس مش مسافات ماشي كده؟ طيب حاجه كمان كنت عايز اقولها نسيتوني اه ممكن البيز يو ار ال ما يكونش اتش تي بي ممكن يكون اف تي بي كذا كذا ممكن كذا برضه خلاص فلاش ار بي امز
خلاص؟ وانا بعرف الموقع هنا موقع بيبقى فيه الكلام ده. اه هو لازم يعرفك انت، هو لازم موقع يعرفك انت بعرف اربع ايه. اه يعني طبيعي يعني الموقع. ده كمان ممكن كمان ما يكونش اف تي بي، ممكن تكون الفايلز دي على اللوكال سيستم بتاعي. شفت الاكسبيلتي بقى؟ ممكن اقول له ده فايل، ده موجود في فايل عندي نقطتين في قلب سلاش سيرف مثلا ار بي ام بس. صعبه هنقول السلاش وبعدين السلاش برضه. السلاش دي بتاع الروت فايل سيستم بتاع السلاش ده بتاع الاس ان هو لا هي ظبطه كده ان في عندك الفايل تقول له اتش تي بي وبعد كده 2x2 سلاش. انما السلاش الثالثه دي بتاع الروت فايل سيستم. بس طيب لو على ريموت جهاز ريموت يعني احنا اتش تي بي او اف تي بي او ان اف اس باي صيغه بقى اي بروتوكول بدل اللي جهاز بتاعك في البروتوكول ده ما كانش ممكن اعملها زي بتاعت اللوج دي هات وبعدين اي دي بتاع. لا 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 لازم تقول لازم يكون في بروتوكول يساهم بيه لانه هيبدا الاول يشد الملفات ينزلها عندك وبعدين يبعت لها مستور عشان يفهمها يشدها ينزلها لازم يكون فيها البروتوكول بتاعك. يعني طب ممكن نسال طب المفروض ان الناس بتستخدم ايه زي الشركه اللي بتقول عليها ان هي ان انت اساسا شركه ايه؟ الدكتور يعني مع كل ما يسمع شركه؟ كل ما يسمع بيسمع عادي اعملها ان اف اس اعملها اتش تي بي اعملها اف تي بي اعملها اللي يعجبك يعني. المهم انك تكون الجهاز تاني هو اللي مظبط بالظبط. تقول لي الليبل دي انت كانت الريبو دي شغاله ولا انا شغاله ولا موقفه؟ اه بتكون ريبو انا انا هطلع بيانات عندي بس انا اعملها تسليم مش شغال ليه ده مش مشكلتي يعني مش فارقه معايا لحد دلوقتي يا جماعه حد عنده مشاكل رجاله مشكلة في دلوقتي يلا بقى احنا نعمل على ده نعمل دي عند طب ده بالنسبه للكلاينت بالنسبه للسيرفر تحطها مصطفى جي بي جي بي جي جي تمام ده عشان لما تيجي تجيب باكج يتاكد هي تراست ولا لا هي بتاعت مصر يعني اعمل تشيك ليها نشوف الكي بتاعها بحط الكيز اللي عندك ولا لا. طيب لسه كمان عايز اقول لك حاجه كمان بس كده بسرعه اللي هي ايه؟ نسيت الله يحرقك السيرفر كل مره اشتري مكان سيرفر كام بس حاجه دلوقتي الكلاينت اول مره الكلاينت هيكون على السيرفر لازم يجيب ميتا داتا عن الاب انتيتي. ميتا داتا عن الاب انتيتي اللي عندي داتا بتوصف الاب ام اللي موجوده الباكج اللي عند السيرفر كلها ايه؟ اسم كل باكج، مين الفندر بتاعها؟ خلاص؟ الباكج دي الديبندنس بتاعتها ايه؟ وانت لو حبيت تعمل سيرش مش هيروح بقى يكونكت على السيرفر كل شويه يعمل عمليه دي يعمل من عندك دي يعمل من عندك انت وصلت؟ بيجيب ميتا داتا خلاص؟ دي ملفات اكس ام ال متخزن جواها كل المعلومات عن الابنز اللي موجوده عندك. ده مين اللي بيعملها ولا مين؟ السيرفر نفسه بيعملها. السيرفر نفسه بيعملها دلوقتي. سيرفر بيبعتها سيرفر انا بعملها وانت ساعتها لما تيجي كونكت اول مره على السيرفر بيروح كلاينت يجيب كل الميتا داتا دي يخزنها عنده لوحده يعني لوحده حبيت تعمل سيرش تجيب حتى لو انت مش على النت لو انت كده تقدر تعمل سيرش في اليوم نفسه وتعمل سيرش في اليوم نفسه حتى لو انت يعني سيرفر بس هو السيرفر ده بالظبط تدي من الستور ولا احنا مش عارف كونكت على السيرفر خلاص ده بيوفر كميه داتا كتير جدا ما كل شويه كونكت على السيرفر ده ليه لا واول داونلود ده يظهر على كده معقول داونلود ده يظهر لو في ابديت بيتبعت لك اه لو في اب حصل ابديت بقى في الباكج اللي جاي عندي والميتا داتا على الله ابديت لو انت جيت كونكت على سيرفر تاني بيعمل لك ابديت الميتا داتا اللي عندك في مشكله ميتا داتا اصلا يعني داتا بتوصف الداتا اللي عندك الداتا اللي عندك ايه الار بي ام الداتا بتوصفها اللي هي ايه ملفات اكس ام ال فيها اسماء الباكج مساحتها قد ايه الديبندنس بتاعتها ايه الفندر بتاعها الابديت بتاعها كان امتى اخر ابديت بس في الميتا داتا في حاجه صعبه كده يعني مثلا مجرد طب الميتا داتا هتكريت ازاي؟ الميتا داتا هتكريت ازاي؟ قال لك السيرفر هيعمل لها كريت السيرفر هيعمل لها كريت طب السيرفر هيعمل اب ام ازاي؟ هيعمل اليام سيرفر ازاي؟ هو ده بقى اليام سيرفر السيرفر قال لك هيستخدم
طبعا ده اسمه كرييت فيبو. كرييت فيبو خلاص لاي دايركتري عنده، مثلا دايركتري اسمها اس ار بي سلاش ار بي اوز. ده كان ده في السيرفر، ده في السيرفر. عايز تبين نتيجه فيربوس تقول له داش بي بس كده، طلع فيربوس ويقول لك كل باكت شويه كانت بالكانت الميتادات بتاعتي. ده بالنسبه للسيرفر. ايه انا مش فاهم عمل ايه ده السيرفر؟ هيعمل كرييت ريبوزيتوري، هيكيت الميتا داتا عن البتاع الفايلز اللي عامل الاربيز اللي عامل. اه ده لو لا هيتكيت هو بيعمل لك، بيعمل لك ملفات اكس ام ال دوت جي زد. هتلاقي عندك مثلا ريو مش عارف دي اكس ام ال دوت جي زد، وهتلاقي عندك فايل ليستس دوت اكس ام ال دوت جي زد. هتلاقي نحط ملفات كده كريت تيجي نشوفهم الحاله دي لما شخص من الملفات يعني هيحطها فين؟ طيب هيحطها في الملفات الار بي ام دي. وبعدين اعمل بيها ايه؟ انت سيادتك لما الكلاينت باجي يكلمك على البتاع انت بتعمل شير بقى الحاجات دي سواء عن طريق اتش تي بي عن طريق اي بي عن طريق ان اف اس باي شكل من الاشكال. لما الكلاينت باجي يكلمك على الدايركتوري دي هيروح الاول يبص على الميتا داتا يعمل لها داونلود عنده، بعد كده لما يحب يعمل سيرش يروح ليها على طول من الافات اسرع اسرع من الاول. خلاص؟ في مشكله؟ شباب عادي بس من ناحيه الكلام ده عشان نعمل الميتا داتا من ناحيه السيرفر. السيرفر لازم يكون عنده ملف، الملف بيعرفه ان السيرفر عنده داتا. بس الميتا داتا ما فيهاش مشكله، هو لوحده بيجيبها، هو بيروح يجيبها. بس عمر الكلاينت ما يعرف يجيب اي ار بي ام من السيرفر ان يكون عنده ملف الميتا داتا بتاعته. ما ينفعش، مستحيل. ما ينفعش كلاينت يجيب اي ار اي ار بي ام من السيرفر الا ما يكون عند السيرفر عنده الميتا داتا بتاعته. عنده ريفرنس عارف ان السيرفر توصف الملفات الار بي ام. حد عنده مشاكل؟ حد عنده مشاكل؟ حاضر يلا بقى كده ثلاث دقايق بالظبط نعمل اللي احنا عايزينه فيه ونمشي.